سرعة كده هنشوف في الغردقة، عشان الناس منزعجة جدا لما تبقى مدينة سياحية وتقتل فيها موظفة. فبدأ الناس يتكلموا على انه تعالوا نشوف ازاي العمالة الوافدة يبقى في كارنيهات امن الدولة اللي كانت بتطلع زمان، يعني بتفتش على الناس جيدا علشان تحمي المدينة من الجريمة. جثة ملقاة على الطريق الدائري بالغردقة وعليها آثار اعتداء كانت حديث محافظة البحر الأحمر في الأيام القليلة الماضية. دي مش حادثة، دي مقتولة. أنا مش متضايقة، مش متضايقة، أنا لسه فاكرة منظرها. أنا لما شفتها في المسلسل كنت أتمنى إن أرقد جنبها عشان ما يبقاليش وضع تاني في الحياة. تبين أن المجني عليها موظفة بالتربية والتعليم مبلغ باختفائها، وأن وراء الواقعة زميلة لها وبعض المعاونين بغرض سرقة ما لديها. ما هي اللي عملته ده قانون غابة، حرمتنا، حرمت ناس كتير. أقسم بالله بحق كل نقطة دم نزلت من أمي لدفعها الثمن، أخليها تتمنى الموت ألف مرة ومش هتطوله. حادثة المدرسة اللي حصلت، حصلت وزارة التربية والتعليم، والله أنا شايف إن ده انحراف نفسي. هذه الواقعة فتحت الباب أمام اقتراحات بفرض تصاريح أمنية لدخول الغردقة. في الفترة اللي اتمنع فيها موضوع الكرنات، الجريمة زادت في البحر الأحمر بشكل مبالغ فيه. احنا كان عندنا الكلام ده كان مطبق قبل 2010، وكان عندنا مشاكل في هذا الموضوع. الناس اللي بيجي لها عمالة جديدة هتعرف تدخلها الغردقة ازاي؟ واذا كان في نية لتطبيق الكرنيهات تاني، فلازم الاول يدرس كل المشاكل اللي هتحصل من تطبيق الموضوع ده. ايه المشكلة يعني اما الواحد يقف شوية بحيث ان يبقى معروف مين اللي داخل واللي طالع ويتفتش، بدل ما تحصل اي جرائم، تحصل اي حاجة، ما انا بمنع الجريمة من قبل ما تقع. البلد كان الفترة اللي فاتت ناس كتير بتطلع وبتخش، فالكرنيه ده هيعمل ضبط وربط لكل الناس اللي داخلة وطالعة من البلد، ويعمل حصر لكل الناس اللي شغالة في البلد، بحيث انه اي حد يبقى فيه عنه استعلام امني.